شويه في السرعه الانتقاليه عبد الله السعيد، لكن كرته الجميله ومهاراته الحلوه بيوصل الكره كويس قوي. رمضان صبحي واحد على واحد بيضغط عليه بقوه، رمضان صبحي ثاني يقف ياجل يغير اتجاه اللعب بشكل قطري جميل. وليد سليمان ثاني، وليد لسه الكره لسه 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 اول اهداف اللقاء، اول اهداف اللقاء يا وليد يا وليد، لعيب زي الحديد. حاجه بعد اللعبه دي، ادي الضربه الركنيه السريعه ولكن حارس المرمى لسه الحارس بيقول حاسس بمصيبه جيالي. نعم نعم جاءت المصيبه وبالنسبه له هدف في مرماه. الحاسس بمصيبه جيالي يا لطيف يا لطيف. واحمد هلا ايه المهمه هتلعب ازاي؟ الاهلي هيكون ايه وانت هتكون ايه؟ الاهلي يعود من جديد ويتقدم يعدي ويمر ويشوط. الله 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 الله، اي اصرار اي تحدي. صالح جمعه يرفع شعار، والله ما في حد قدي ناقه واي استفاقه يا ولد. بيعدي ويمر ويفوت ويشوط، توت توت توت. جمهورك يا اهلي اصبح من جديد مبسوط، اي اقدام طلع له الفقري للنادي الاهلي يسجل. احمد حجازي وصالح جمعه وايفونا ليس فقط بل يتقدم. يعدي ويمر ثاني رمضان صبحي. لا 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 لا. الله عليك يا ولد، الله عليك يا ولد، الله عليك الله عليك. تسلم رجليك يا حبيبي، قلت لكم الحارس قال حاسس بمصيبه جيالي. يا لطيف يا لطيف، ده كل لاعب في الاهلي على مرمى الشرطه اصبح مخيف ليا حياته. ويوم ورا يوم مهاراته بتكتر والثقه فيه بتكبر. الله عليك يا ولد، الله عليك يا ولد، الله 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 الله. وضربه الراس، لا 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 لا، خماسيه خماسيه. الاهلي يقدم نفسه بخماسيه حتى الان. ويفونا هديه هديه، وحارس المرمى وكأن كل واحد منهم يقول رب اكفني شر اعدائي، رب اكفني شر اصدقائي، اما اعدائي فانا كفيل بهم. ايفونا يسجل ثاني اهدافه في اللقاء، هو خامس في الوقت الضايع. كلام واضح وصريح وما فيهوش وجهات نظر. ضربه راس من ثاني. الله 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 الله. رامي رامي الرامي، نعم ضربه راس يسجل النادي الاهلي سادس الاهداف، ويسجل رامي ربيعه ثاني اهدافه في المباراه وسادس اهداف النادي الاهلي. نتيجه كبيره عريضه عميقه، وبالتالي النادي الاهلي كان احوج ما يكون لانتصار بهذا الحجم بهذه القيمه. وخط ظهر وخط وسط وهجوم النادي الاهلي يصنع بل ويشارك. كبير على طول صالح بها. يا ولد يا ولد يا ولد يا نغم يا نغم. يا لا 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 لا. مارادوني مارادوني والله. لا 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 لا. يا سلام يا سلام يا سلام. عماد متعب وعلاقه عظيمه مع الشباك. عماد متعب علاقه صداقه ليس لها حدود في عز الشتاء. نعم عماد متعب يسجل ثقه وانطلاقه، اي استفاقه هيعدي هيفوت هيباص لها هيشوط ثلاث مرات، توت توت توت. في النهاية عماد متعب بالهدف مبسوط. علاقة صداقة عظيمة ما بين عماد متعب والشباك. الصداقة الحقيقية لا تتجمد في الشتاء، ونحن في الشتاء. إذن في الشتاء عماد متعب يصنع الربيع للنادي الأهلي ويقدم